نعم يا رب، استلمنا منك الكون تنستخدمه، استخدمنا تنستغله، استغلنا تنعيش منه، ونسينا أنك الحياة. يا رب حررنا، حررنا وخلينا نعرف نتصالح نحن واللي إلك وصار إلنا، ونتصالح مع ذاتنا نحن يلي منك وفكرنا حالنا من ذاتنا، ونتصالح مع غيرنا يلي فكرناه إلنا ونسينا أنه هو خينا، ونتصالح مع الأشياء اللي ألهناها ومتنا فيها وموتناها ومعها متنا. نعم يا رب، ما في غير المصالحة بتحرر. صالح بين العاطفة والعقل فينا، صالح بين حريتنا وخدمتنا. صالح حياتنا مع الموت الجاي، وموتنا مع الحياة الجاية من عندك. آمين.